السلام عليكم، صباحكم الله بالخير. اكتشفت ان الفئة اللي ما عجبها عمل رواية بنات الرياض مختلفين على المعلومات اللي موجودة داخلها، يعني يقولون انها تبلت على بنات الرياض وقالت شيء مو موجود في بنات الرياض. اولا، انت من اللي قال لك انه هذا عمل تاريخي؟ من اللي قال لك ان هذه الرواية هي مرآة للمجتمع نفسه؟ يا عزيزي، الرواية هي عمل أدبي فني فقط، شخصيات وخيال وإبداع وحوارات. أحد قال لك إنه هذا عمل تاريخ؟ أحد قال لك إنه هذا خطاب سياسي بيخلد الزمان؟ هذا عمل تخيلي، عمل تخيلي ما له أي دخل في الواقع، ولا أصلا مطلوب من الكاتب إنه يتكلم عن الواقع في رواية. وعلشان نفهم أكثر، لو نظرنا الشعر مثلا، الشاعر بدر الصياب مثلا يوم يقول عيناك غابة نخيل ساعة السحر، أو يوم يقول تثاءب المساء، هل هو فعلا يقصد حرفيا الكلام اللي قاعد يقوله ولا تشبيه؟ العمل الروائي والعمل الأدبي هو خيال. زعلانين إنه لا، ليش تقول كذا عن هي تقصد إنه بنات الرياض كذا؟ مين قال لك؟ إيش اللي مزعلك؟ يعني لو سميناها بنات شيكاغو وعطينا 4 أسماء أجنبية كان صار العمل مقبول وعمل ممتاز وعمل بطل، لكن في بنات الرياض في هذا المسمى هي تقصد إهانة شريحة من المجتمع اللي هم بنات الرياض. بعدين حتى في الرواية هي تكلمت عن مشكلة الاسم واختيار الاسم. وجهة نظري البسيطة، العمل كعمل روائي عمل ممتاز جدا. أنا ما أشوفه لأنها رواية، أنا ما أشوفها. أنا قرأت العمل كعمل روائي، كعمل أدبي، علشان كذا أنا معجب فيه تماما. أنا لو شلت الكلمة هذه اللي هي رواية وتركناها كتاب للتاريخ، أنا راح أتفق مع المعارضين. لكن العمل هذا اللي الجماعة زعلانين إنه مو مستوعبين إن العمل هذا رواية، العمل رواية. وإذا زعلانين على بنات الرياض، في روايات كثيرة موجودة على الأرفف في المكتبات فيها إلحاد وفيها شرك وفيها، ليش زعلانين عليها؟ ليش هناك تمجدون وهنا لا؟ علشان بنات الرياض، ليش تقول عننا كذا؟ مين قال لك؟ ايش الحساسية الزايدة هذه؟ العمل كعمل روائي وأدبي عمل ممتاز ومتميز، ونتمنى أتمنى أتمنى أنه الرواية السعودية تأخذ نفس المنحة هذا. هذه هي الرواية الحقيقية، غيره أنا أشوف أنه كلام فاضي. طيب، بعد ما قلت رأيي في الرواية وأعتذر على الإطالة، بقول فكرة الرواية اللي حاب يقراها. الرواية تتكلم عن قصة 4 بنات. الكاتبة اتبعت أسلوب الرسائل البريدية، وهذا أسلوب مو بجديد على الأعمال الأدبية، يعني في روايات كتبت بهذا الأسلوب، كأنها ترسل إيميلات المجموعة بريدية، كل إيميل تحت يعني تذكر فيه حدث، الإيميل الثاني تذكر ردود الفعل على الحدث السابق، وبعدين تبدأ بحدث ثاني. الأحداث طبعا تخيلية، يعني بتقول أنه كتبوا عنها في الصحافة، تواصل معها تركي الدخيل، هذه كلها أشياء خيالية. العمل عجبني وعجبني كثير كعمل روائي أدبي. الناس اللي ما عجبهم أتمنى أنهم يقرونه ثاني مرة ويخففون من حساسيتهم. وأعتذر على الإطالة وشكرا لكم.